التفاصيل بتقول ان وزير الماليه هاني قدري اكد ان دعم الطاقه بموازنه العام المالي الحالي يبلغ 130 مليار جنيه يستفيد منها الفقراء ب 40 مليار جنيه، والباقي يصل لدعم الفئات الاعلى دخلا، اي ما يقارب ثلثي الموازنه، وهو ما يستوجب اعاده النظر فيه. وزير الماليه اضاف في تصريحات صحفيه على هامش جولاته التفقديه بمأموريه ضرائب مهن حره ثان بمدينه نصر ان موازنه العام القادم 2014-2015 ستشمل اجراءات جديده بقيمه 130 مليار جنيه ما بين ترشيد نفقات وتوسيع القاعده الضريبيه والانتاجيه، وذلك للوصول بالعجز الى 10% خلال العام المالي القادم مقارنه مع 12% العام المالي الحالي. من ضمن ما أشار إليه أيضا وزير المالية أن الوزارة بتعمل على سرعة الانتهاء من مشروع الموازنة الجديدة للعرض على مجلس الوزراء على أن يتم إقرارها من رئيس الجمهورية لعدم وجود برلمان أو مجلس تشريعي حتى هذه اللحظة. طيب، من متابعتنا أنه النهاردة كمان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عقد لقاء مع ممثلي القنوات الفضائية، استمع ليهم وقال لهم كمان أنه المبادرة اللي طرحت بخصوص ميثاق الشرف الإعلامي هي مجرد مبادرة، وأنه الإعلاميين ليهم كل الحق أن هم يضيفوا عليها أو يعملوا مراجعة عليها قبل ما يلتزموا بيها. الدكتورة دورية شرف الدين وزيرة الإعلام قالت أنه لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء ممثلي القنوات الفضائية كان لمناقشة عدة موضوعات، ما كانش بس على مناقشة ميثاق الشرف الإعلامي المقترح، لكنه كان أحد تلك الموضوعات اللي تم التطرق إليها، وطرح المبادرة كان بهدف مواجهة الانفلات في بعض القنوات الفضائية. في الفترة الأخيرة الدراما التركية والسورية بدأت بشكل قوي جدا تزاحم الدراما المصرية لدرجة أنه أصبح لها جماهير عريضة. ما جد أيضا في الفترة الأحدث الدراما الهندية بدأت تتواجد أيضا على الساحة العربية، وربما هنا في مصر أصبح لها مريدين ومتابعين. العلاقات المصرية الهندية قديمة بطبيعة الحال، الجميع يعرف طبيعة هذه العلاقات من فترة الستينيات أو منتصف القرن العشرين. في سياق التواصل الثقافي والفني والأدبي وربما بشكل أوضح دعم مصر في هذه المرحلة، سيصل إلى مطار القاهرة وفد هندي يضم عدد من نجوم الفن الاستعراضي من مدينة السينما الهندية المعروفة باسم بوليود. أيضا سيكون هناك ممثلون لوسائل الإعلام الهندي الذين يزورون مصر لمدة أسبوعين ضمن فعاليات مبادرة مليون سائح هندي لمصر، تقدم خلالها الفرقة الهندية عروضا فنية بدار الأوبرا المصرية وبعض المحافظات من خلال الأسبوع الثقافي الهندي الذي تقيمه السفارة الهندية بالتعاون مع وزارتي الطيران والسياحة، ويبلغ إجمالي عدد الوفد 46 شخص منهم 30 عضو في فرقة الفنون الشعبية الهندية. طيب، نخرج لفاصل ونرجع بعد عشان نبتدي أول حوار معانا من القاهرة النهاردة. فتح باب الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2014 اعتبارا من غد الاثنين الموافق 31/3/2014 حتى يوم الأحد الموافق 20 إبريل 2014، وتتلقى اللجنة الأوراق من طالب الترشح خلال هذه الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 8 مساء. بهذه الكلمات أعلن المستشار أنور العاصي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن فتح باب الترشح رسميا وتحديد مواعيد تلقي الطعون وجولتي الانتخابات والإعادة والتنازلات لمرشحين آخرين. كانت اللجنة قد شهدت مؤخرا لغطا كثيرا بسبب تأخر فتح باب الترشح. كانت مسألة خاصة بتعديلات تشريعية وإجراءات و إلى أن اطمأنت اللجنة تماما لسلامة الإجراءات وسلامة العملية الانتخابية بجوانبها المختلفة، فكان هذا الموعد، ويا رب يكون إن شاء الله فتحة خير. كان حسما ويعني إرضاء لانتظار طاله الشعب، طال الشعب المصري، وأمل كبير في إنجاز خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة، أملا في استقرار البلاد أيا كانت الخلافات السياسية.
اللجنة أكدت على أن تكون عملية اقتراع المصريين بالخارج في الجولة الأولى خلال 4 أيام، تبدأ من 15 مايو وتنتهي في 18 ذاته، على أن يكون الاقتراع من 9 صباحا وحتى 9 مساء وفقا لتوقيت كل دولة. إرسال صورة من نماذج التأييد، صورة معتمدة من نماذج التأييد إلى وزارة الخارجية، وحتتولى اليوم أو مساء إرسالها إلى السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج. وأي مواطن خارج مصر يستطيع أن يحرر نموذجا للتأييد. وفي موعد غايته يوم الخميس الموافق 26 يونيو، تعلن اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية النتيجة العامة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية. وأخيرا حسمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح وتحديد الجدول الزمني للعملية الانتخابية، والتي تعتبر الاستحقاق الثاني في خارطة الطريق. من مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مصطفى ميزار، النيل. التقرير اللي تابعناه منذ قليل بطبيعة الحال قدم قدرا من المعلومات التي ربما تمهد بشكل أو بآخر لحوارنا مع ضيفنا الكريم، ولكن مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات كل هذه المواعيد الخاصة بانتخابات الرئاسة، أسئلة كثيرة جدا صاحبت هذا الإعلان. لا أدري هل بسبب أنه الجدول المعلن به قدر من الغموض، أو الإجراءات التي أعلنتها اللجنة بحاجة إلى إيضاح أو استيفاء بيانات أكثر أو أكثر، أم أين تكمن المشكلة؟ عموما معظم هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفنا الكريم في هذه الفقرة الحوارية، سعادة المستشار خالد القوشي الخبير القانوني والدستوري. أهلا بك سعادة المستشار. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. وخلينا نبتدي بكرة المرشح المفترض إيه الإجراءات اللي هو يقوم بها في ضوء ما أعلن من اللجنة العليا للانتخابات؟ أولا اللجنة العليا للانتخابات النهاردة حددت تقديم الترشيح، التظلمات، النتيجة، الإعلان، التظلمات بمواعيد محددة. حددت اللجنة بداية الترشيح من 31/3 حتى 20/4، يعني من بكرة لغاية 20/4. يحق لكل شخص يكون مواطن مصري، احنا اللجنة العليا للانتخابات مرتبطة بالدستور، ايوه، ان يكون مصري وان يكون جنسيته مصري وابوين مصريين وزوجته اولاده. كان الدستور اللي فات لم يحدد او يشترط جنسية الاولاد، هنا اشترط ان جنسية الاولاد تكون مصريين ولا ترتبط بجنسية اخرى. يعني ازاي؟ يعني لو واخدين باسبور دولة تانية أجنبية ما ينفعش، لا يحق هو للترشيح. فهنا باب الترشيح اتفتح لغاية 20/4 مع الشروط المرتبطة بالدستور. تمام. طب لحظة هنا يا أستاذ مستشار، حتى وانت نازل على جنسية كانت معاه، يعني هو معاه الجنسية المصرية لكن معاه جنسية أخرى، قرر أن يخوض الانتخابات، تنازل عن هذه الجنسية، لا يجوز برضو حتى لو تنازل عن الجنسية الأجنبية. ليه؟ لأن الدستور هيبقى انتمائه للدولة اللي خد بيها الجنسية. ما هو تنازل، حتى لو تنازل يا فندم ممكن يرجع الجنسية مرة أخرى، وارتباطه بجنسية أخرى هو مصري هيبقى انتمائه للدولتين. وأولاده نفس الشيء، يعني حتى لو تنازلوا عن الجنسية، حتى لو تنازلوا عن الجنسية الأجنبية. طيب. فاشترط هنا الدستور شرط صريح عشان ما يبقاش في جدل قانوني، إن لازم يكون أب مصري من أبوه المصريين، الزوجة مصرية، لا يجوز ارتباطها بجنسية أخرى، حتى الزوجة والأولاد، حتى لو تم التنازل لا يجوز له الترشيح. عظيم. دي نقطة مهمة جدا. في نقطة كمان هنا اللجنة العليا للانتخابات حتى 6 نقط مهمة جدا، اللي هي ايه؟ فتح باب الترشيح، الاعتراضات والتظلمات، الطلبات الأسبقية والتنازل والرموز، والحملة الانتخابية والاقتراع والنتيجة. هنا في فتح باب الترشيح حدد ميعاد زي ما قلنا من 31 لـ20، يوم 21 إعلان عدد المرشحين، بعدها بيوم يا رب ترشح 100 أو 50 أو 30، تاني يوم تلقي الطلبات من 9 صباحا حتى 8 مساء. طب نضبط المصطلح، إعلان من تقدم للترشح، لأنه لسه ما بقاش مرشح، ممكن يكون فيه طعون لاحق. أيوة دي اللي هنقولها في الاعتراضات. إعلان من تقدم للترشح، يعني ترشح 30 50 تقدم للترشح الترشح. لسه هنيجي بقى للاعتراض والتظلمات. الاعتراض
ابتداء من يوم 22/4. الباب قلنا هيقفل يوم 20 هيعلنوا المتقدمين 21. أيوة. بعدها بيوم واحد بس 22 الاعتراض يوم 22 و23. يعني أي واحد معتوض على موشح بيقدم الاعتراض على هذا الموشح في خلال يومين اللي هو 22 و23. الاعتراض حق لأي مواطن ولا لأي مواطن ولا أو أي جهة ولا ممن تقدموا للترشح لمن تقدموا الترشح أو أي تاني. مواطن أو أي شخص ده الاعتراض بأسباب ويقدمها للجنة العليا للانتخابات. هنا عشان العملية الدستورية تمشي قانونا حددوا فصل الاعتراض, يعني يفصل في الاعتراض نهائيا يوم 24 حتى 26, يومين يبقى 24 و25 و26, هي اللجنة العليا للانتخابات يبقى عندها يومين تفصل في الاعتراض ده. دول كفايه يا استاذ المستشار؟ ليه؟ لان اللجنه العليا للانتخابات لها صفه قضائيه زي كانها بتصدر حكم ولها قرارات نهائيه ولا يجوز الطعن عليها. ليه؟ لان قلنا قبل كده في حلقه قبل كده لما لو فتحنا مجال الطعن, بس خلي بالك بالفتوى الانتقاليه في الانتخابات دي بس الانتخابات دي بعد كده هيبقى في طعن. احنا ليه فتوى الانتقاليه؟ ليه؟ لان ممكن لو انا طعنت ممكن ارد هيئه المحكمه ويبتدي رد هيئه المحكمه تصدر دائره اخرى, يبقى هقعد لي 90 يوم بدون رئيس جمهوريه. اما في الانتخابات اللي بعد كده هيكون موجود رئيس جمهوريه هيسلم السلطه للرئيس الاخر بعد اعلان النتيجه, فهنا يجوز الطعن في الفتره الانتقاليه. نقطه ثانيه, التظلم من الاستبعاد, يعني انا استبعدوني قال لك يحق لك تتظلم من قرار الاستبعاد يوم 28 و29/4. لو اللجنه لو لا عايز اسال لو اللجنه لو تم استبعاده من قبل اللجنه بناء على ايه؟ بناء على التظلم على القصد واحد على انه الاوراق شكوى. مثلا مش مستوفيه ولا مستوفيه شكوى, يعني ازاي واحد بيقول ان هو معاه جنسيه اخرى او واحد من ولاده معاه جنسيه اخرى او زوجته معاه جنسيه اخرى وتنازلت, فهنا بيبصوا للتظلم في خلال اللي من الاستبعاد يوم 28 و29, وده شكل من اشكال الطعن. الطعن برافو عليك. لكن امل برضو قالت نقطه كويسه, افرض تم استبعاده لعدم استيفائه التوقيعات مثلا, هل من حقه؟ عايز اوصل للاوراق اللي المرشح او الاوراق اللي هو بيقدم اللي احنا قلنا عدد اصوات 150,000 مثلا اللجنه استبعدته من غير ما حد يطعن عليه ولا حاجه, هل برضه في خلال ليه حق ان هو يعني يستوفي اوراقه او يتظلم تاني؟ لو استوفى اوراقه بعد ما استبعدوه وقدم تظلم وتبين ان تم استفاء الاوراق بتاعته يحق اعادته مره اخرى, بس في خلال المده القانونيه عشان ما نديش مجال طويل اللي هو ايه التظلم من الاستبعاد اللي هو 28 و29. هنا بقى الفصل في التظلم النهائي اداله يومين, يعني بعد ما استبعدوه وهو تظلم لازم ينظر في التظلم بتاعه يوم 30/4 و1/5. عظيم. بعدها بيومين. طيب اوراق الترشح كده سريعا هي ايه؟ يعني اللي هيترشح ده هيروح يقدم ايه؟ لازم اول حاجه